البيبات مكسره. ها هذيك تطلع البيبات مكسره كانت ضيع ريتها ضيع برشا. قال لي ضيع عندها جمعه اي هذيك ما تخليهاش كذا تمشي تتعدى تشري البيبات فيها المستوى لا والله ما فيها غير مشكله الرسور هذه اللي داخل فما قطع هنا اسمها اسمها قال لي شو طارك السخانه غادي قسم 80 وتكلاش المرض ثبت كان ما فيهاش المشترك ولا هذا المستقبل خليهاش بلا فاش فاش هذه فهمتني وكي تهبط كي تهبط وين تهبط؟ تهبط زيرو لا معناتها ما فيهاش خذ ترموستات وخذ بيبات وخذ لها ما فاليو تعدى هذه الماء عندي اي وخذ الماء ظهر فيه مسدد عندك اي تعدى عملها رنساج عند نتاع الريزيرف وركب غادي غادي القطع عنده وحده خذ بجنيحها وبطبيعته شوف هذاك ترموستات ركبها عنده غادي تنظف موتورك وهذه علاش من حيدي بمات نمشي نمشي اي مشي ها وين مشي امشي ايه ما هو في الموديل هذا خاطر كانت كانت مش كانت مش في الموديل هذايا. كان موتور اخر. اما باهي مش خايف. باهي الموتور تبارك الله عليه ترمبا بوش باهي. صافا الموتور لا باهي لا باهي لا باهي لا باهي باهي. مقلقات بارد ريتو مقلقه. كان جا وكان جا شو اسمه ترمستار اكبر تلقى خير من هيك. طبعا كما احنا 37 كان طيح نمر كان طيح نمر هو هاو نايزة دو خدمك اي وموتور بارد موتور بارد وكل اي مش باهي مش باهي هذه كريتها ديما زي ما تكون في 90 لا تطلع لا تهبط تستابل ديما غادي 90 92 88 هكاك ديما غادي ما زي ما تطلع لا تهبط هذه تو هرس الموتور زي كم تخلق تو